والله يا سعد، بالنسبه للرعايه انا ما عندي لا رعايه ولا كل شيء، ما عندي، بس عندي هاي العربانه زاد تحمني كله عليها، ويوميا يوميا بيعنا كيلو كيلو وين ثلاثه من ورا منع التجوال، ما نقدر نتحرك لا يمين يسار، وبالاسبوع صفيني 7000 6000 8000 منها بس، ونرجو من الله يعملوا لنا رعايه من هين بش يسووا لنا، هي يرحم والديكم. عايشين هاي بس العربانه الله، وهاي العربانه عايشين، هذا شغلي. ما عندك لا رعايه؟ كل شيء ما عندي لا رعايه ولا تقاعد ولا كل شيء. ما تشتغل؟ بس هاي ان شاء الله. ما اقدر. هسه عمري بال 53 سنه. ما عندك اي شيء؟ كل شيء ما عندي. تتوجه رساله للحكومه؟ والله وجه بك رعايه يسووا لي، يسووا لنا يعني من شغل اكيد، يعني من هاي الشغله، من هاي اللي اريده. كيف انت تعيش حياتك؟ قاعد بيت لو ايجار؟ والله هسه قاعد ببيت اختي، هاني ويا اختي قاعد، هي البيت بيتها، وعندي اربع اطفال هاني. والله راتب رعايه ماكو، الحمد لله والشكر. تقريبا نحن قضينا 14 سنه خدمه عسكريه، ولحد الان يعني عايشين على راح تحت رحمته الحمد لله. اي تقاعد ماكو الحمد لله، وراح لنا ولد الشهيد الحمد لله بوقت الدواعش، والمعامله الحمد لله ان شاء الله ساعه ماشيه حسب الرسول. يعني الظروف، والله الظروف يعني من أسوأ لأسوأ، يعني ماكو تحسن، ماكو يوم أسوأ من يوم، يوم أسوأ من يوم، مستعنا عليهم بالله. حاليا انت قد عمرك في حد ما عندك اي تقاعد اي رعايه؟ بالنسبه مواليد 1953، ايه، ولحد الان يعني من فضل من الله الحمد لله عندنا دكان، عم نشتغل باب الفاروق، وفتحت لي دكان باب الحوش غادي تصليحات يعني يم جامع سلطاويس الحمد لله، يعني تحت رحمته مثل ما يقول، هو ارحم الراحمين الحمد لله والشكر. والله طالب بانه شويه يضحكون علينا يساعدونا مثل ما يقولوا، اولادي كل من بيت ببحث وايجار وما عندهم يعني قوت يوم بيومه، يعني ايش يصير منهم الحمد لله، يعني خير من الله. رعايه والله لحد الان كل شيء ماكو، اي رعايه ماكو، اي تنفيذ رعايه ماكو، يعني هسه عبيهم خير خلي يصرفون 30000 من المواد الغذائيه هاي المنحه، يعني لحد الان اليوم وباشر عقب باشر وبعد اسبوع وبعد 6 ايام، ونحن لحد الان يعني اي شيء ما شفنا منهم.